في هذا الفيديو هنتكلم عن المعايير. المعايير مهمة بالنسبة للإنتاج والاستهلاك بشكل عام في أي سوق أو أي مجال موجود في الإعلام. المعايير، لما نتكلم عن المعايير هنتكلم عن سلوك الزبون أو العميل ووحدات الإنتاج أو الخدمة. تمام؟ لما تكون عندك هدف لإنتاج منتج، لازم تكون واعي بزبائنك وسلوكهم في استهلاك المنتج، لأنه سلوك الزبائن من مكان لمكان يختلف. تمام؟ لما تكون عندك خدمة حابب تقدمها، لازم تكون واعي برضو بسلوك العميل عندك. تمام؟ هذه هي مرتكزات البيزنس بالنسبة للمعايير. المعايير هي المرتكز الأساسي في كل الصناعات،